التساؤل الأول: هل أن الأصالة للدين أم للإلحاد؟ شنو معنى هذا التساؤل؟ معنى هذا التساؤل أن الدين هل هو الحالة الطبيعية عند الإنسان، والإلحاد حالة طارئة استثنائية، أم أن الإلحاد هو الحالة الطبيعية عند الإنسان والدين حالة طارئة؟ لما نحن نريد أن نجيب عن هذا التساؤل أن الأصالة للدين أم للإلحاد، نحتاج أولا أن نفرق بين الدين والتدين. ما هو الفرق بين الدين والتدين؟ الدين هو عبارة عن منظومة العقائد والقوانين والأخلاق الوحيانية التي ينبثق عنها نظام متكامل للحياة. المنظومة التي تتشكل من عقائد، من أخلاق، من قوانين، وهذه المنظومة ينبثق عنها نظام متكامل للحياة، نعبر عنها بأنها دين. تدين مرحلة لاحقة للدين. لما الإنسان يعتقد بتلك العقائد ويطبق تلك القوانين ويتحلى بتلك الأخلاق، يعبر عن هذا الاعتقاد والتطبيق والتحلي، يعبر عنه تدين. إذن التدين مرحلة متأخرة عن وجود دين. الذي يقابل الإلحاد هو التدين. إحنا من نجي نطرح هذا التساؤل أن الأصالة للدين أم للإلحاد، يعني أن التدين هو الأصيل أو أن الإلحاد هو الأصيل؟ طبعا إذا أثبتنا بأن التدين هو الأصيل ثبت أن الدين ماذا؟ له الأصالة، لأن الدين مرحلة قبل التدين. زين، الآن نأتي للإجابة عن التساؤل. نقول بأن الأصالة في المجتمعات البشرية للدين وليست للإلحاد، وإنما الإلحاد حالة طارئة استثنائية. تقول هذا من وين؟ أقول لك هذا لشاهدين، أو فقل لدليلين. الشاهد الأول: الوثائق التاريخية للأمم والحضارات. إحنا من نجي نضع يدنا على الوثائق التاريخية للأمم والحضارات، نجد أن هذه الوثائق تشهد بأن الحالة الطبيعية للإنسان هي التدين وليست الإلحاد. شوف هذا المؤرخ الإغريقي بلوتارك، المولود سنة 42 ميلادية، وهذا المؤرخ الإغريقي كان له اهتمام بتاريخ الأمم والحضارات. عند كلمة مشهورة جدا، وهذه الكلمة مهمة. ماذا يقول؟ بما هو مؤرخ ومتتبع لتاريخ الأمم والحضارات، يقول: من الممكن
أن نجد في التاريخ مدينة بلا أسواق، ومن الممكن أن نجد مدينة بلا قصور، ومن الممكن أن نجد مدينة بلا مدارس، ومن الممكن أن نجد مدينة بلا ملوك، ولكن لا يمكننا أن نجد مدينة بلا معبد. لا توجد مدينة في الأمم والحضارات جميعها تخلو عن مكان للعبادة. جميع الأمم والحضارات عندها أماكن للعبادة، مما يؤكد أن الحالة الطبيعية للإنسان هي التدين، هي التأليه. زين، إذن نحن الشاهد الأول الذي نتمسك به الوثائق التاريخية للأمم والحضارات. زين، أنت تجي تسألني سؤال، هل توجد فعلا عندنا وثائق تاريخية للأمم والحضارات يمكن أن نستفيد منها هذا المعنى؟ نعم، وثائق الحضارة السومرية. الحضارة السومرية طبعا وثائقها وثائق بالغة الأهمية. ليش وثائق بالغة الأهمية؟ لأن الحضارة السومرية التي ترجع إلى بداية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني بيننا وبينها قرابة 6000 سنة، حضارة السومرية هي أول حضارة بشرية بعد الطوفان، ولذلك يقولون منها يبدأ التاريخ، يبدأ التاريخ من الحضارة السومرية. لذلك وثائق هذه الحضارة وثائق مهمة. زين، احنا لما نرجع إلى كتاب مغامرة العقل الأولى للكاتب السوري المعروف فراس السواح، ينقل لنا وثيقة من وثائق الحضارة السومرية. ماذا تقول هذه الوثيقة؟ إن الإله هو الذي أخرج كل شيء نافع. الإله الذي لا مبدل لكلماته. إليل، إليل اسم الآلهة عندهم. إليل الذي أخرج الحب والمرعى، أنبت الحب والمرعى وأبعد السماء عن الأرض والأرض عن السماء. واضح عقيدة التدين، عقيدة التأليه. إذن إحنا من نجي نضع يدنا على وثائق الأمم والحضارات، سواء الحضارة السومرية، حضارة البابلية، حضارة الإغريق، لما نضع يدنا على الوثائق، وثائق هذه الحضارات، نجد هذه الوثائق تؤكد على أن الحالة الطبيعية في المجتمعات البشرية هي التدين والتأليه، أي الاعتقاد بوجود إله. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، كلمات أهل الاختصاص، شهادة أهل الاختصاص. شلون يعني شهادة أهل الاختصاص؟ من هم أهل الاختصاص الذين ترتبط كلماتهم بما نحن فيه؟ هم علماء الأنثروبولوجيا. علماء الأنثروبولوجيا الذين هم علماء الإنسان كما يعبر عنهم، دول علماء الإنسان
شنو وظيفتهم أصلا؟ شنو مجالهم؟ شنو تخصصهم؟ هؤلاء تخصصهم دراسة ثقافة الإنسان عبر الحضارات، دراسة ثقافة الإنسان عبر الأمم والمجتمعات. زين، دول علماء الأنثروبولوجيا ماذا يقولون؟ بماذا يشهدون؟ دول أجروا دراسات مفصلة على الأقزام، أجروا دراسات على قبائل الأمريكتين، أجروا دراسات على قبائل أستراليا الجنوبية، أجروا دراسات على الهنود الحمر، أجروا دراسات على قبائل وسط أفريقيا. انتهوا إلى نتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن الحالة السائدة عند هذه القبائل هي حالة التدين والتأليه. وانت لما ترجع إلى كلماتهم التي جمعها الدكتور عمرو شريف في كتابه الإلحاد حالة نفسية، تجد أن كلمات علماء الإنسان تؤكد على أن الحالة الطبيعية عند الإنسان هي التدين وليس الإلحاد، بل هنالك ما هو أبعد من ذلك. شوف، هذا نفس الأستاذ فراس السواح عند كتاب آخر اسمه دين الإنسان، في هذا الكتاب، في كتاب دين الإنسان، لمن يتحدث عن عصر البايوليت الذي هو العصر الحجري السحيق أقدم العصور البشرية، يقول الإنسان الحجري بحسب الدراسات، الإنسان الحجري كان إنسانا متدينا مؤلها، ولكن عقيدة الإله عنده لم تصلنا بشكل واضح، إلا أنه كان إنسانا متدينا مؤلها. إذن دول علماء الإنسان أيضا يؤكدون على أن الحالة الطبيعية في المجتمعات البشرية هي حالة التدين، وإنما الإلحاد حالة طارئة. هذا جواب التساؤل التاريخي، وهو أن الأصالة هل هي للدين أم للإلحاد؟